من جانبه أعرب رئيس موزمبيق فيليب نيوسي خلال المؤتمر الصحفي عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي لبلاده. وأضاف رئيس موزمبيق أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية إضافة إلى استعراض الموقف على الساحتين الإقليمية والدولية. عقدنا اجتماعا مبدئيا حيث عقدنا تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وكذلك ناقشنا الموقف الإقليمي والدولي وخاصة مواقفنا كرؤساء دولتين أفريقيتين من القضايا المحورية. نعرب عن اهتمامنا في توثيق العلاقات والصداقة بين البلدين. الشعب الموزمبيقي والشعب المصري لديهم علاقات تاريخية قديمة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على توثيق هذه التقاليد في العلاقات القديمة بين مصر وموزمبيق. نود أن نشكر على مصر لثقتها في موزمبيق ودعمها لنا أن نكون عضو غير دائم بمجلس الأمن والسلم بالأمم المتحدة.